شويه. فنسمع من الكابتن احمد سامي، الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي النجوم. يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، وسلم لك كابتن شريف وكابتن حشيش طبعا. يا كابتن، نهار لك ومبروك النهارده. الحمد لله الحمد لله. يعني كابتن احمد، انا عايز طبعا هسالك فنان وكل حاجه، ولكن كان معايا من شويه المهندس محمد عادل بيقول لي بغض النظر عن الجون، جون او مش جون، او هو هاندبول او مش هاندبول، ولكن هل حد من نادي النجوم راح جاب الحكم المساعد وفرجه على اعاده الهدف؟ لا 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 ما حصلش الكلام ده. اللي حصل ان اللعيبه اعترضت باينه جدا ان هي هات جول. تمام، اللعيبه جوه الملعب عنده جول عندنا. لا، لعيبه من بره الملعب ولا من جوه الملعب؟ لا لا لا، من جوه الملعب. كان معترض على الحكم الخامس. تمام، فرحاله. تمام. فالمهم كابتن سعيد حمزه في كاميرا بتاعت التلفزيون بتاعت القناه اللي ناقله جنبه عند الرايه، هم كانت البوزيشن بتاعها عند الرايه. في الجون بتاع المقاولين. تمام. كابتن سعيد حمزه اللي هو اللاين مان. كابتن سعيد حمزه اللي هو مين؟ لاين مان ولا اللي ورا الحكم الإضافي؟ الخامس اللي ورا الجون هناك. الحكم الخامس الاضافي اللي ورا الجون بتاع المقاولين. بتاع المقاولين واللاين مان. تمام. ومن خلالك برضو انا بقول لك انا بشكرهم جدا، عشان اللي بيشوف حق ونقوله حاجه كويسه جدا. تمام. المونيتور بتاع الكاميرا هم جنبهم، يعني جنبهم الكاميرا والراجل بينقل جنبهم، فعادت وهم شافوها. فراحوا مبلغين وقالوا لا هاند بول. وده طبيعي جدا يا جماعه، انا مش عارف ايه المشكله يعني. يعني انت يعني لا، مش طبيعي يا احمد، مفيش حاجه اسمها. هو اولا تقنيه الفار مش عندنا، يعني مش مطبقه عندنا. هي مش فار، هي بالصدفه لما تيجي تشوف قدامك يا اسلام حاجه غلط وما تقولهاش تبقى معلش، يعني تبقى حاجه مشكله. لا هي مش مساله حاجه غلط برضو. انا قلت لك في الاول على فكره كلنا معترفين ان هي هاندبول. قبل ما تتكلم انت، انا ما اعرفش سمعتنا ولا لا، احنا قلنا ان هي هاندبول واضحه. يعني مش محتاجه فار وفيديو وحاجه مع التصرف، بس انا بتكلم على التصرف يا احمد. التصرف ده ممكن يعني يبقى عرف بعد كده ويضرك انت بعد كده في ماتشات تانية. يا والله العظيم لو محسوب عليا وتضرني مش مشكله. لا طيب، ما ممكن دي وجهه نظر برضو يا كابتن حشيش، بس كل واحد هيتمسك بالموضوع ده بعد كده. هيوقف بقى الكوره. تعال بص كابتن حشيش. كابتن حشيش مش تمسك، هي جت بالصدفه. يعني هي جت بالصدفه. لا بالصدفه ازاي يا احمد؟ هو اصل المونيتور ده ما بيبقاش في وش الحكام يا احمد، المونيتور بيبقى في الظهر. الكاميرا كان موقعها في الماتش ده غريب شويه يا اسلام. انا ما اعرفش الكاميرا كانت عند الكورنر جنب اللاين مان والحكم الخامس الاضافي. كاميرا التلفزيون المصري يعني ولا قناه اون؟ التلفزيون المصري اللي تاني الماتش، اللي هي كانت على شمال بقى جون المقاولين، على شماله بالظبط كده، ناحيه الحكم الاضافي يعني. فيمكن اللاين مان جنبهم الاثنين. يبقى عشان كده التصرف ان هو سال الحكم الاضافي، عشان كده اللي هو البعيد ده اول رد على المهندس محمد عادل. وانا خلي بالك برضو انا بشكر الكباتن اللي ادوها اللي هو ما رضاش يسكت. يعني خلي بالك انا ما اعرفش التصرف ده خامس الناحيه الثانيه. التصرف ده مع المخرج بقى اللي عادل. انا ما اعرفش التصرف الحقيقه ده هل يكون صحيحا قانونا ولا مش قانونا يا احمد. يعني انا بتكلم برضو خلي بالك من الاول تاني واحده، هي الكوره واضحه ان هي يعني طبعًا. واحنا قاعدين قلنا هاند بول بصراحه، واحنا قاعدين قبل في التلفزيون باينه. فالحكم ممكن يكون اخطا، خلي بالك. ما هو مثلا النادي الاهلي في مباراته امبارح، ما هو ليه اتنين اتحسبوا تسلل وهم مش تسلل؟ النهارده ماتش ليفربول انت كنت في الماتش فتلاقيك ما اتفرجتش عليه. ليهم ضربه جزاء واضحه جدا وما اتحسبتش. انا اقصد ان اخطاء الحكام موجوده، ولكن التصرف ده نفسه ممكن يبقى عرف بقى بعد كده. طب بص على يروح لللاين مان يقول له بص بقى على الكاميرا دي وشوف هل الكره اوف سايد ولا مش اوف سايد، جون او مش جون. انا ليا تفسير برضه، ممكن يكون الحكم الاضافي لانه اكتر واحد شاف الكره دي هو الحكم الاضافي. لا الاضافي اللي ناحيه اللي على شمال جون المقاولين هو اللي شاف الكره دي. لا اللي مش على شمال جون المقاولين، الجون دخل في النجوم.
فالحكم على شمال جول المقاولين فعلا الحكم الاضافي اللي العكسي العكسي العكسي. طب العكسي. واحد بعيد عنه ده جون الناحيه الثانيه يعني ان ايوه أصلاً. ماشي ما هو المونيتور جنبه غصب عنه. اه لا لا هو الكابتن حشيش لا لا الكابتن حشيش بيتكلم في كلام على التلفزيون بيتكلم على التلفزيون على رؤيته في الملعب يعني مش متخيل برضه ان الحكم هيروح للكاميرا يبص عليها يعني هو بيقول لك بالصدفه يعني اصل يعني لان هو لو قال كده كمان ممكن يتحاسب. هو احمد بالنسبه له انا بالنسبه لي هو بيقول كده يعني والله العظيم لو عليا خلي بالك انا سالت احمد علي يعني من اللعيبه الكبيره جدا وانا بحبها جدا يعني وفاق الحربه اللي الواحد يعني نتمنى يبقى موجود زي صلاح امين كده. انا سالته بقول له احمد علي جت في ايدك ولا ما جتش؟ قال لي لا ما جتش ولا جت. هي انا شايفها هاندبول بصراحه هاندبول بالظبط انا شايفها. انا بقول لك انا اهو راجل هو ليه ما حسش بيها هو بس ليه ما خدش باله احمد ما حسش بيها وهو بيقول من الاخر يا اسلام اسلام انا بقول لك انت بتقول المفروض ما عندناش بار وما عندناش الكلام ده بس يا جماعه انا افرض شفت حاجه بالصدفه مش عارف هي قانونا بقى يعني بالصدفة لا ما فيش حاجه اسمها صدفه يا احمد لا ما فيش حاجه اسمها صدفه هقول لك حاجه بس يا احمد اصل هي الكلام ده هتستغرب مكان الكاميرا فين ما انا يمكن عشان مش شايف مكان الكاميرا الحقيقه فما اقدرش بقول لك يا ابو حميد لو الماتش ده مع بيراميدز اللي جاي وحصلت حاجه زي كده المباراه هتقف ولا انت ايه رايك؟ والله 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 لا ما فيش حكم خامس في ماتش بيراميدز يبقى في كاميرا بقى بره وهنرجع للكاميرا بره ها؟ لا ما فيش حكم خامس وبعدين هقول لحضرتك على حاجه والله العظيم لو حصلت معايا انا والله العظيم لو حصلت معانا انا ابقى راضي يا عم احنا قايلين ان هي هاندبول احنا ما قلناش انها مش هاندبول الاهم نتكلم على التصرف بقى. الاهم من كده ابو حميد يعني عايزين نحييك على اداء الفرقه النهارده الروح بصراحه يعني لغايه من اول دقيقه لاخر دقيقه على معدلات اللياقه البدنيه اللي زادت قوي قوي خلال الفتره اللي انت يعني مسكت فيها اداء جميل في سرعه في الاداء في اهداف بتيجي في حاجه لا كان يعني متحفظه 1-0 وصل 2-1 بالظبط كده 87 يعني وبعدين 10 دقائق وقت اضافي فيعني يعني بتلعب ماتشات تبوس يعني. كل ماتشاتك ماتشات تبوس وبتلعب بره ارضك برده كمان وخساره وبترجع تعوض يعني حاجه بسم الله ما شاء الله كلام يعني كتير عليا يعني ده والله انت مدرب 10 على 10 يعني الحمد لله والله انا بجتهد وبنشتغل واللعيبه بتتعب معايا جدا والجهاز الفني المعاون اللي معايا يعني عايزين نعمل حاجه السنه دي وعايزين نعاد الدوري في الفرقه في الدوري ممكن ربنا يكرمك يا محمد انا بس عايز اسالك على حاجه صغيره بس اتفضل يا كابتن فسر لي التغيير بتاع اسلام لان شفته هو خارج كده في متضايق شويه كلنا بنبقى مش اسلام الفار لا 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 خالص ده مش على التغيير ده لا انا ما اقصدش على الخناقه اللي بعد كده اللي شفناها لا يعني هو كان اداؤه مميز في الـ قبل ما يطلع يعني فنيا يعني انت غيرته فنيا هو اقل من النواحي بتاع انا عندي بالنسبه لي الاطراف انا بشتغل معاه انا ما بحبش اللعيب اللي 50% يعني ما بحبش اللعيب اللي بيهاجم بس والفار في الفترات الماتشات السموحه والماتشات اللي قبلها بيأدي 50-50 بيدافع زي ما بيهاجم وانا قايل لهم النواحي التكتيكيه حتى لو هو مكمل في الهجمه مش هينفع يرجع 60 متر يدافع مع الباك بيدافع في مناطق نص الملعب بطريقه معينه. فهو قال في الموضوع ده هو كرة معاه هو كويس لكن كرة مش معاه قال في الموضوع ان واحد دفاعي. فانا غيرته لعبت واحد هو ادى حوالي 60 دقيقه 65 دقيقه وغيرته لعبت واحد فريش شويه عشان يأدي له الدور ده. اتمنى لك التوفيق يا ابو حميد ان شاء الله بس انا عايزك تاكل شويه يا احمد عشان انا حاسس ان انت خاسس جدا مش عارف ليه. الضغط جامد قوي يا اسلام والله. لا انا بص بقول انت عندك الماتش الجاي امتى؟ الاهلي بقى. لما كمان 20 يوم. طيب يا نجم احنا هتلاعبنا احنا ولا هتلاعب مين؟ الاهلي؟ لاعب الزمالك. الزمالك؟ طيب يعني انت برضه عندك فرصه اهو بقى الفتره اللي جايه ان انا شايفك خاسس جدا. ربنا يعينك يعني اعزمني بقى عزومه حلوه يا اسلام يا نجم ما انت ده في عزومه يعني. سمك لو خدت تعادلت او كسبت ولا يهمك يا ابو حميد مين اول واحد مرنك في مصر يا ابو حميد ربنا يخليك يا ابني مين اول واحد مرنك في مصر لا اول واحد اسلام مرنك. اسلام اول واحد مرني كابتن مصطفى يونس وبعد كده كابتن شريف عبد المنعم ماشي يا كابتن حبيبي يا ابو حميد بشكرك جدا احمد كابتن احمد سامي المدير الفني للنادي النجوم يعني كده سمعنا